نشكر وكالة تونس إفريقيا للأنباء على الاستضافة هذه، واللي قاعدة تسلط الضوء على فئة اللي قاعدة تبذل في مجهود كبير، اللي وهي ذوي الإعاقة. نرجع لملتقى تونس. الملتقى تونس هذا إن شاء الله هو حدث كبير في العالم. في نسخته 14 سيشهد بقدرة الله مشاركة 64 دولة، وسيشهد حوالي معنا 700 رياضي. الملتقى هذايا يعد محطة هامة للرياض ذوي الإعاقة، خاطر هو يأهل الألعاب طوكيو 2020 اللي باش يقع إن شاء الله في صيف 21. هالملتقى هذايا نحب نزيد كلمة عليه. الملتقى هذا يشهد معنا اهتمام الكوميتي انترناسيونال بارالمبيك، بحثت موفودين أبغلي معنا ثم المصنفين الدوليين اللي جايين من القارات الكل، من أمريكا، من أستراليا، جايين من الدول الكل، وثم زاد ملاحظين هذوما باش معنا باش يراقبوا الألعاب هذية، وباش يقع زاد التغطية متاعو تغطية إعلامية على الباج متاع الاي بي سي اللي عندها متابعة كبيرة على اللايف ستريمينج. وهذا تحدي، مش تحدي اللجنة البارالمبية التونسية، هي تحدي لتونس، خاطر هالملتقى هذا كي نشوفوا الملاحظين يلاحظوا اللي هذا أكبر حدث في النطاق العالمي، أكبر حدث ما نحكيش على رياضة المعوقين، تو سبور كونفوندو، اللي يشهد معنا مشاركة أكثر من 60 دولة. احنا كلجنة البارالمبية حاولنا بالتنسيق مع سلطة الإشراف، والتنسيق مع رئاسة الحكومة، والتنسيق مع وزارة الصحة، معنا الرياضيين فارقناهم على ثلاثة نزل، هي النزل في جهة جمارة، نزل في جهة الزهرة، ونزل في الحمامات، باش ما تكونش الاكتظاظ كبير، وكل نزل فيه فريق طبي. احنا ما يخفش عليك عندنا سبع جامعات هي منضوية تحت اللجنة البارالمبية. عندنا الجامعه هي جامعه رياضه المعوقين، هي اكبر معنا خليها مزود واكبر رياضيين، عندها تمثيليه. الوقت الحالي عندنا 11 رياضي، وعندنا بقدره ربي معنا في المنطقه هذايا نطمحوا باش نوصلوا حوالي 30 35 رياضي. بعد ملتقى تونس لي جو سون في الالعاب القوى، تعرف شكون ماشي وشكون قاعد. احنا توا في طريقنا لطوكيو ان شاء الله، وان شاء الله بقدره ربي باش اولادنا ينوروا كالعاده تونس، واحنا معنا مع الجامعات الاخرين باش نحاولوا نوفروا لهم الظروف. كما قلت لك الظروف، ثم التحضيرات من هنا لطوكيو، هذه ما بيننا وبين الجامعات. احنا كلجنه بارالمبيه خذينا معنى اللي الجامعه اللي مستحقه يعانا نحاولوا نعديوها، ثم تجهيزات رياضيه اهديناهم للجامعات. ثم التربص ان شاء الله اللي باش يقع في طوكيو ان شاء الله في شهر اوت، اللي مع ثم سفارتنا في طوكيو والاخيان المجتمع المدني من طوكيو اللي عمل مجالس كبيره معنا، اللي هذوما خذونا ستاج نتاع تونس حوالي 300,000 دينار تونسي. قاعدين نحضروا تو التجهيزات الرياضيه، قاعدين نحضروا، ثم برشا حاجات قاعدين نخدموا فيها. احنا ان شاء الله بقدر ربي كيما نعودوكم ان شاء الله نكونوا حاضرين، وان شاء الله اولادنا يكونوا منورين ونوصلوا بخير ان شاء الله. اللجنه ما عندهاش كان العاب القوى، عندنا معنا التقياتلان، التقياتلان اللي قاعدين، ولجنه كانت تعاون تساهمت بشراء كرسي بتاع السباق الرياضي لفتحي الزوينخي اللي عنده مستوى عالمي. عندنا لافيرون اللي نحب نقول اللي قاعده تخدم في خدمه كبيره برشا. عندنا البالميتون كوتريشا، عندنا جيدو قاعدين نحاولوا نخدموا معها، عندنا تنس الطاوله، عندنا التايكواندو، معنى هذوما كلهم رياضات اللي قاعدين ننميو فيهم. هذوما احنا معنا تو قاعدين ساعين مع سلطة الإشراف باش نحاولوا نعاونوهم ماديا، خاطر هما ديتلاين مش في اخر مارس، في جوان. هذوما نحاولوا بقدرة ربي باش نوصلوا اهلوا منهم، وتكون حدث للجنة البارالمبية لتونس، خاطر كنا ديما ممثلين برياضة واحدة، وان شاء الله ما هذه نكون ممثلين اكثر من اختصاص. رياض ذوي الإعاقة هاي توا في خطأ. علاش في خطأ؟ معنى إذا كان ما عندناش استراتيجية واضحة وأمور علمية، ثم بلدان قاعدة تخدم
في العالم كله. نعطيك وجهتنا باك المغرب. المغرب كي تشوف النتائج اللي حققتها الجزائر كل اللي احنا كنا بعاد عليهم، توا قاعدين النتائج نتاعنا قاعده تتقلص. الميساج اللي نحب نعطيه هي احنا توا قاعدين في اللجنه البارالمبيه، غير جات جائحه كورونا وقفت، عندنا اخصائيين واساتذه جامعيين قاعدين نعملوا في دراسه واقع وافاق رياض ذوي الاعاقه باش نعطيو معنا الخريطه الطريق لسلطه الاشراف، خاطر يلزم ثم قرارات يلزم تاخذوها، ثم امور علميه، ثم استراتيجيه لازم نطبقوها مع بعضنا، معناها تاخذ هكاك على فوغليت هيا هكا بالمساواه تعمل هكا وعمل هكا. لا لا مش حكايه مساواه، مساواه بيان سور نطلبوا، اما ثم امور علميه نطلبوها وكيفاش باش تتاقى، ثم معنا خريطه الطريق، خاطر رياض ذوي الاعاقه هاي مهده هاي مهدة، وكان ما ننقذوهاش توا مع بعضنا اليد في اليد، الجامعات، سلطة الإشراف، اللجنة البارالمبية، خلينا ديما تونس تقعد منوره.